السابع من فبراير، وكأن هذا اليوم قرر أن يرسم تاريخه بدقة متناهية ليكون علامة في تاريخ الأغنية اليمنية. صادف في مثل هذا اليوم رحيل الفنانين فيصل علوي في السابع من فبراير 2010 ومحمد مرشد ناجي في السابع من فبراير من عام 2013. يوم غمزة حيانة وضحكتها والكلام. أراد الزمن أن يحتفي بهما، فأحسن اختيار توقيت الرحيل وأوجع في الغياب. للحج تاريخها في الأدب والشعر والفن والموسيقى، العناصر التي حضرت في أغاني فيصل وأدخل فيها المرشدي تحديثاً فنياً، فقد كان للمرشد دوره في تطوير الأغنية اليمنية وإحياء ونشر التراث الغنائي بألحانه وطربياته وخصوصيته الفنية. فنانان أطربا وأبهجا، كلاهما غنى فأشجى ولون أعراس الناس بالفرح والموسيقى. كان أبرز فناني العصر الذهبي للأغنية الجنوبية قبل أن يحلق على مستوى اليمن والوطن العربي، فقد انتقلت تجربة الفنانين وحركتهما الفنية من عدن إلى عمان والكويت ليعبر عن الهوية الفنية اليمنية ويعبر من خلالها إلى الجزيرة العربية. فيما ذهب المرشد ذو الأصول الحجرية إلى الأغنية السياسية شأن الطقس العام الذي كان يفرض نفسه من صراع وتجاذبات في تلك الفترة، حتى تعين بعد الوحدة كمستشار لوزير الثقافة وتوج بانتخابه عضواً لمجلس النواب اليمني. المرشدي لم يكن فناناً فحسب، بل كان مؤرخاً لتاريخ الغناء اليمني القديم ومثقفاً فنياً، له مؤلفات أهمها أغنيات شعبية والغناء اليمني ومشاهيره وصفحات من الذكريات وأغنيات وحكايات. فيما ظل فيصل علوي ابن لحج يحلق في سماء الطرب وألوانه المتعددة، لكن اللحج كان جزءاً من تكوينه الوجداني وقد ذاع صيته به وأصبح علامة فارقة في التراث اللحجي والطربي إلا فيما ندر له من أغان وطنية. فيصل علوي والمرشدي يعدان من أهم أعمدة الغناء اليمني، سواء بما أضافاه من رصيد في تاريخ الفن اليمني وموروثه الغنائي وألوانه، أو بإنتاج إبداعي ساهم في تحديث وانتشار الأغنية اليمنية، أو بتلك المساحة التي أفردها للأرض والإنسان اليمني وثقافته وموروثه الفني الذي مثل جوهراً نقياً في صوت الرجلين وموسيقاهما التي سافرت باليمن الكبير.